انتبه تروح المستنقع بعد منتصف الليل ولا راح يصير لك زي كذا. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نناقش ايش راح تحصل اذا رحت المستنقع بعد منتصف الليل. طبعا كلنا نعرف انه المستنقع واحد من يعني ارعب الاشياء في لعبة Red Dead Redemption 2، لأنه سو كريبي يعني، وفيه له تفاصيل مخيفة ومرعب، وأصلا فيه له مجموعة من الأشخاص المرضى الموجودين في المستنقع اللي ممكن يهاجموك بدون أي سبب، وممكن يتاهمونك، وحتى ممكن توصل لمرحلة أنهم يقتلونك ترى. فالمستنقع واحد من أرعب الأماكن الموجودة في اللعبة اللي ممكن تروح هناك عشان يعني تسوي لك زي المغامرة وتسوي لك زي الفعاليات. ففي هذا المقطع راح نمر بمجموعة من الأشياء اللي ممكن تقابلها في المستنقع أو تحصل لك في المستنقع. فيلا نخش في المقطع. لما تيجي للمستنقع بعد منتصف الليل راح تحصل هذا الشخص متكي هنا، ويجي يقول لك إنه هذه منطقة اللي هو النايت فولك، أو نوع معين من العصابات اللي هو عصابة المرضى هذول اللي يقطعون الناس ويعلقون في الأشجار والمنتشرين في هذه المنطقة. ويجي يقول لك انه والله هذول العصابة وهذول المرضى ماخذين بيتي وماخذين منطقتي، فهل تقدر تساعدني وانا يعني راح اكافئك وراح اضبطك يعني. طبعا آرثر طبعا كلنا نعرف انه يحب الفلوس، فوافق. وبعدها راح ياخذك في جولة حول المستنقع، وراح يمر بمجموعة من الأشخاص اللي ممكن ماتوا أو اللي قد حاولوا يجارون هذه العصابة ومآل أوانهم إلى هذا الشكل. فصراحة المهمة اللي يعطيك إياها جدا جدا ممتعة، والحوار اللي يدور بينكم جدا رهيب. Bad folk. Animals. A lot of them. You know, I ain't never heard no night folk speak. There's not been one peep out of no night. Hell. Look at that. He fresh. You see what I mean? This night folk work. I knew this feller. Poor feller on a tree been here for years. You think it's bad being a dead feller on a tree? It's worse when you're a live one with a stick through you. طبعا لما توصلون لمكان بيته راح يقول لك خلاص انا بزبن وانا راح احميك من هذه المنطقة، وانت روح شوف ايش وضعهم وتعامل معهم وتصرف معهم. فاترككم مع ايش راح يصير الان. اللي صار بكل بساطة انه دارت مجموعة من الحروب بينكم وبين النايت فولك، وقدرت تقتلهم. بعدها راح تيجي لجائزتك من هذا الشخص. لما تيجي عنده راح يعطيك تقريبا جلد الظاهر، او ما ادري صراحة ايش هي، لكن راح يعطيك شيء ابو كلب. انا لما طالعت فيه اول مرة قلت اوف ايش الشيء الفخم هذا، شكله ينباع ب 50 دولار 100 دولار حاجة.
رحت عند الفنس عشان أبيع هذا الشيء، تعرفوا كم جاب لي؟ دولار واحد، فقط دولار واحد. أيضا في المستنقع بعد منتصف الليل راح تحصل هذا الشخص المريض اللي قد تكلمنا عنه في مقاطع سابقة. لما تيجي عنده يقول لك حياك الله، كيف حالك؟ طيب، خير، مبسوط. بعدها يقول لك تعال البيت، خش عندي أوريك أنواع الجماجم. الله يا آرثر، انتبه انتبه تخش عنده، قد تكلمنا عنه سابقا، انتبه تخش عنده، نصيحة لك. إذا خشيت راح يجلدك في راسك ويغمى عليك، وبعدها راح يغتصبك. هذا مو كلامي أنا، كلام التقارير وكلام يعني الكلام اللي دار عن هذا البيت، ما هو كلامي ولا حاجة. ها، لأنه بمجرد ما تصحى مرة أخرى بعد ما يضربك يغمى عليك، تصحى مرة ثانية يكون اللي هو هيلثك طايح واستمنتك طايحة والديد آي طايح، كل شيء أحمر. فاللي قيل عن هذا المكان إنه والله لما تخش عند هذا الشخص فراح يغتصبك. فنصيحتي لك هبق وهرب ولا تقرب منه، ولا حتى أحرقه زي ما أنا حرقته. واحد من الأشياء اللي قابلتها وأنا في المستنقع، مرة شفت اللي هو اثنين من نفس العصابة جارين عربة، وفي العربة فيها جثث، والجثث فيها يعني فيها في حرمة معاهم كانت حية في العربة، عرفت؟ فجيت عندهم قلت لهم انتوا وش وضعكم؟ قالوا انت مالك صلاح وحصل لك انقلع. فزي ما تعرفون راعي فزعة، ساعدتها، بعد ما ساعدتها جت قالت لي اهرب اهرب مدريش. فلما جيت قلت لها ترى خلاص راحوا، لا قاعد تهرب كمان، فخليتها تهرب وشكلهم بيرجع مسكونها مرة ثانية. I'm not gonna hurt you. Oh shit! طيب صراحة يعني أفضل شيء صار لي في المستنقع اللي شفته قبل شوية. حصلت لي حرمة جالسة وقاعدة تبكي وتتبكبك ومدري إيش، جيت بساعدها مديت لي يدها طعنتني بسكين. أول ما طعنتني بسكين والله هيلثي راح فيها، الدائرة كلها راحت والقلب تقريبا للنص. فبعد ما طعنتني جو كمان اللي هو النايت فولك زيادة وداهموني ودعسوا وجهي، بل إنهم قتلوني. ما قدرت أدافع عن نفسي بالشكل المناسب لأنهم داهموني صح، وأنا كنت ألعب في الليل توترت وجلدوني جلد. ها، فصراحة يعني متعة متعة لما تروح المستنقع بعد منتصف الليل وتدور لك على حرش وتجلد لك في النايت فولكس. أيضا في المستنقع لو جيت في وقت معين لفي مكان معين راح تحصل شبح البنت، أو سميناها بالجنية وقد ذكرناها في مقاطع سابقة. هذه الجنية خلوها لحالها، راح أفصل فيها تفصيل كامل وراح أشرح قصتها في مقطع خاص لحالها. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هيد من النايت فولكس الحين. يلا سلام عليكم.